طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة ان احنا في صباح الخير يا مصر دايما مهتمين ان احنا ندور على النماذج الإيجابية من شباب مصر اللي منورين في الخارج، والنهاردة بنقدم لكم واحد من هؤلاء الشباب اللي محقق نجاحات كبيرة واستثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الدكتور معتز يوسف المتخصص في نظم المعلومات وتطوير المؤسسات الحكومية، وواحد من المسؤولين عن وضع الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الفيدرالية، يعني مثلا كان مسؤول عن مشروع خريطة الطريق لربط أنظمة المعلومات بين 4 جهات وزارية ليها علاقة بسلامة الطرق، وكان مسؤول عن قيادة عملية إعداد الخطة الاستراتيجية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية زي وزارة الإصلاح وإعادة التأهيل، وأيضا وزارة نظام إدارة المعاشات ووزارة الطرق والمواصلات في أمريكا. هو معانا دلوقتي عبر زوم. مهندس معتز صباح الخير عليك، ويعني منورنا في صباح الخير يا مصر، ويعني احكي لي كده رحلتك بدأت ازاي من جامعة الزقازيق وكلية هندسة لحد ما وصلت الى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية، واكيد الطريق ما كانش سهل واكيد كان في تحديات كبيرة علشان تحقق مشروعك العلمي ده. أولا صباح الخير أستاذ هدير وأستاذ محمد، وأنا صباح يعني النور. متشكر جدا على دعوتي إني أكون ضيف على حضراتكم النهارده. الحقيقة أنا بعد ما اتخرجت من كلية الهندسة اتجهت للعمل في مجال البترول، وبعد فترة قصيرة انتقلت للعمل في شركة بترول أمريكية مقرها في هيوستن تكساس. وفي آخر 2008 ومع بداية الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار البترول، الحقيقة بدأت إن أنا يعني أفكر إني أعمل كارير شيفت، أحول مساري يعني بعيدا عن مجال البترول. فالحقيقة قررت إني يعني أبدأ أدرس التخصصات اللي ممكن تأهلني للعمل في مجال الكونسلتنج أو الاستشارات الفنية والهندسية. الحقيقة بدأت بدراسة والحصول على شهادة في مجال إدارة المشروعات، وبعدين إدارة البرامج، وبعدين إدارة المخاطر، وبعدين تطوير المؤسسات وهكذا. يعني حصلت في المجمل على حوالي 5 أو 6 شهادات، يعني كل واحدة يعني كانت بتاخد حوالي من 6 لـ 9 شهور دراسة. وعلشان أطبق اللي أنا يعني كنت يعني بدرسه، أسست شركة كونسلتنج صغيرة، شركة استشارات فنية صغيرة، وكان مقرها في أمريكا. ومن خلال الشركة يعني بتاعتي بدأت آخد مشاريع استشارية صغيرة، وبدأ حجمها يزيد مع الوقت، وكل ما كان حجم المشاريع بيزيد كل ما كنت بتعلم يعني اكتر وبكتسب خبرة اكبر. الى جانب الشغل بدأت ادرس الماجستير، ويعني بتوفيق من ربنا حصلت على ماجستير في إدارة المشروعات من جامعة جورج واشنطن. وبعد الماجستير اتجهت للدكتوراه، وانا حاليا في نهاية دراسة الدكتوراه. انا يعني لسه ما ما خدتش شاء الله. الدكتوراه، فشكرا يعني على لقب دكتور مقدما. يعني انا ان شاء الله لا يعني تستحق يا المناقشة فندم، ده النهائية ان شاء الله في مجهود خلال كبير كمان شهرين او حضرتك 3 بذلته باذن قبل الله. ما توصل للدكتوراه. يعني انت حضرتك بتتكلم في 5 6 شهادات، كل شهاده 9 شهور، يعني انت حاطط خطه لنفسك ان انت كل سنه في شهاده جديده بتتعلم حاجه جديده. طيب احنا كنا بنتكلم في بدايه الحلقه ان حضرتك واحد من المسؤولين عن وضع الخطط الاستراتيجيه للجهات الحكوميه الفيدراليه وحكومات في الولايات المتحده الامريكيه، ازاي ترشحت لهذا المنصب؟ ويا ريت كمان لو تفهمنا عن طبيعه عملك في هذا المنصب. يعني الحقيقة ببساطة يعني خلال فترة يعني عملي من وقت ما يعني اتخرجت لحد النهاردة، أنا كنت محظوظ إن أتيحت لي الفرصة إني أشتغل في يعني بعض المشاريع اللارج سكيل، كانت مشاريع كبيرة والحقيقة كانت يعني منها مشاريع يعني مؤثرة خلتني دايما أكتسب يعني خبرات مختلفة إلى جانب الدراسة اللي كنت وما زلت بدرسها. يعني ده خلى يعني بعض متخذي القرار في الـ يعني في الولايه ان هم يشوفوا ان الشخص بالبروفايل ده يعني مناسب لبعض المشروعات في حكومه الولايه، منها مشروعات الخطط الاستراتيجيه لبعض الجهات الحكوميه ومشاريع يعني ثانيه مختلفه في كثير من الاحيان بتكون اكثر صعوبه وتعقيدا من مجرد وضع يعني خطط استراتيجيه. طبيعه دوري بتختلف على حسب طبيعة المشروع، مشروعات الخطط الاستراتيجية على سبيل المثال دوري فيها كبروجكت ليد هو اني بدرس يعني بدرس التوجهات اللي بتصدر من الجهات العليا لهذه الوزارة،
الجهات العليا دي ممكن تكون الفيدرال جوفرمنت، الحكومه الفيدراليه او الكونجرس او الجوفرنر حاكم الولايه او المجلس التشريعي في الولايه، او اي يعني اودت ريبورتس، اي تقارير رقابيه عن اداء المؤسسه. وببدا ان انا يعني نعمل ورش عمل مع قيادات المؤسسه دي وفرق العمل اللي بتشتغل في الادارات المختلفه. بنبدا ان احنا يعني نتفق على ايه هي نقاط القصور في الاداء، وبعدين بنبدا ان احنا نحط يعني استراتيجي علشان نقدر ان احنا تو كلوز الجاب، يعني نسد الفجوه ما بين التوجهات او الاستراتيجيك جولز وما بين الكابابيلتيز او الامكانيات بتاعه المؤسسات دي. نوع من أنواع إدارة المشروع يعني. بالضبط، هي يعني بيكون جزء في يعني جزء إدارة مشروعات وجزء تطوير مؤسسي وجزء يعني تخطيط استراتيجي وإدارة استراتيجية، يعني بتبقى على حسب نوعية المشكلة اللي بتبقى موجودة في المؤسسة. كل مؤسسة حكومية بيبقى ليها يعني المشكلات المختلفة الخاصة بيها. طيب حضرتك ممكن تفهمنا يعني ايه ربط أنظمة المعلومات بين 4 جهات وزارية، وازاي ده ليه علاقة بسلامة الطرق؟ يعني هو يعني المشروع ده باختصار هو كان برضو يعني احد الامثله على تطبيق الـ يعني التوجيهات الاستراتيجيه من الفيدرال جوفرمنت، من الحكومه الفيدراليه للستيت جوفرمنت، لحكومه الولايه، علشان نعمل سيستم انتجريشن او نعمل عمليه ربط ما بين الاجهزه الحكوميه اللي ليها علاقه بالترافيك سيفتي او السلامه المروريه في الولايه، وتحديدا الجهات اللي احنا بنتكلم عنها. احنا بنتكلم على عده جهات: الجهه المسؤوله عن المعلومات الخاصه بحوادث الطرق اللي هي يعني زي عندنا في مصر الشرطه، الجهه الثانيه هي الجهه المسؤوله عن المعلومات الخاصه بتراخيص المركبات بالاضافه الى رخص القياده اللي هي برضو عندنا في مصر الشرطه، لكن هنا الحقيقه هي جهه يعني مدنيه ما منفصل. لهاش علاقه بالشرطه. الجهة الثالثة هي الجهة المسؤولة عن إنشاء الطرق، ودي حاجة يعني زي عندنا في مصر كده هيئة الطرق مثلا والكباري. والجهة الرابعة هي الجهة المسؤولة عن الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بحوادث الطرق، دي اللي هي يعني الهيئات القضائية. والجهة الخامسة هي الجهة المسؤولة عن متابعة الحالة الطبية لمصابي حوادث الطرق. طيب إيه فائدة عملية الربط دي؟ ببساطة هي يعني الهدف منها هو تقليل حوادث الطرق والأضرار الاجتماعية المترتبة عليها. عملية الربط دي يعني بتتيح لمتخذ القرار إن القرارات تكون يعني زي ما بيقولوا data driven، إنها تكون مدعومة ببيانات بتحقق أعلى عائد استثماري. على سبيل المثال، ودي قصة حقيقية، الشخص المسؤول عن تحديد البيانات الخاصة بحوادث الطرق في أحد المدن لاحظ زيادة في حوادث السيارات في منطقة معينة على أحد الطرق السريعة. فالحقيقة بدأ يبحث في الموضوع أكتر ولاحظ إن تقارير ضباط الشرطة المكتوبة بناء على أقوال الأشخاص المرتبطين بالحادث، كان العامل المشترك في التقارير دي ما بينهم إن هم يعني استعملوا الفرامل، لكن ما كانتش استجابتها بالشكل الكافي أو بالسرعة الكافية. محلل البيانات ده دخل على السيستم الخاص بالجهة المسؤولة عن ترخيص العربيات دي، ولكن ما لقاش إن السيارات اللي كانت يعني حصل فيها الحوادث فيها أي مشاكل فنية تمنع إنها يعني انها يتم يعني استخدام الفرامل يتم فيها، مفيش استعمالها مشكلة في او يكون الفرامل. فيها اي مشكله فنيه. وبعدين دخل على السيستم الخاص بالجهه المسؤوله عن انشاء الطرق، ولاحظ ان المنطقه دي من الطريق تم اعاده رصفها من فتره قصيره، وتاريخ افتتاح الطريق هو نفس بدايه تاريخ زياده الحوادث. كمان لاحظ ان الحوادث كلها بتحصل في فتره زمنيه واحده وهي فتره الصبح بدري. دخل بعد كده على السيستم الخاص بحاله الجوده ودرجه الرطوبه، وبالبحث اكتر في الداتا او البيانات الخاصه بمشروع اعاده الرصف بتاع الطريق، لاحظ ان اللور رينج او القيمه الصغرى الفريكشن كوفيشنت او معامل الاحتكاك المستخدم في الطريق مختلف عن بقية الطريق. مع برودة الجو في فترة الصبح
وتشبعه ببخار المية، قيمة معامل الاحتكاك الفعلية بتقل أكتر مما هو مسموح به، وبالتالي ما بتستجيبش الفرامل بطريقة كافية. بعد إعادة رصف الطريق وتغيير معامل الاحتكاك رجعت الحوادث للمعدل الطبيعي ده بتاعها. تحليل كامل للوضع يعني. هو ده يعني زي ما بقول لحضرتك، هو ده مثال على ان ايه فايده ان يكون في ربط. مجموعه بيانات متصله ببعض لجهات حكوميه مختلفه، وان ازاي ده ممكن يكون يعني مفيد بشكل كبير لحكومه اي حكومه، وبيحمي يعني طبعا ارواح الاشخاص اللي بيستخدموا هذه الطرق يعني. طيب حضرتك كمان متخصص في إدارة المشروعات وإدارة البرامج وإدارة المخاطر، وكمان ما شاء الله تطوير المؤسسات والهندسة، إيه علاقة كل هذه الأمور ببعض؟ يعني أنا زي ما كنت بحاول يعني تشير مع حضرتك، هو يعني تطوير المؤسسات الحكومية يعني بيعتمد بشكل كبير على يعني developing مجموعة من ال capabilities، بناء مجموعة من الإمكانيات في المؤسسة دي، زي يعني إدارة المشروعات، الريسك، إدارة المخاطر، إدارة العمليات. ببساطة المؤسسات الحكومية بتنجح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بتاعتها عن طريق إدارة مشروعاتها بشكل ناجح. الإدارة الناجحة للمشروع بتحتاج إحداث توازن ما بين الأهداف المختلفة للمشروع والريسورسز اللي ممكن تكون متاحة، وده بيكون دور يعني السيستمز انجينيرنج أو الفاليو انجينيرنج. كذلك إدارة المشروع بشكل ناجح بيحتاج إن يكون في ريسك مانجمنت أو إدارة للمخاطر اللي ممكن تحصل في وقت تنفيذ المشروع. على سبيل المثال يعني واحد من المشروعات اللي حاليا يعني أنا يعني بشرف عليها هو مشروع مع أحد الجهات الحكومية الحساسة. من وقت ما بدأ يعني بدأ التصعيد واحتمال وجود المواجهة العسكرية اللي بيشهدها العالم حاليا، يعني ده غير الريسك بروفايل بتاع المشروع وخلانا يعني نعيد تقييم البروجكت سكوب أو يعني النطاق العمل بتاع المشروع والسيستم انجينيرنج ابروتش. فيعني دي الحاجات دي طبعا كلها كونكتد ببعض بشكل كبير جدا. طيب عايز أسأل حضرتك عن مشاركتك في برامج مصر تستطيع، وكل ما تفعله وزارة الهجرة للتواصل مع أبناء مصر المشرفين الموجودين خارج أراضيها. هل كان ليك أي مشاركات مع وزارة الهجرة؟ الحقيقه يا فندم انا ما حصليش يعني الشرف اني يعني اكون ليا اي مشاركه، لكن انا زي يعني الاف المصريين في الخارج، لو في اي حاجه يقدروا يعملوها لبلدهم يعني مش هيتاخروا ابدا. ف يعني انا للاسف زي ما قلت لحضرتك ما كانش في فرصه، لكن طبعا انا يعني انا وغيري كلنا تحت امر مصر في اي وقت. طيب بكل تأكيد. دكتور، في قائمة كبيرة من الجوائز حضرتك حصلت عليها، يا ريت لو تكلمنا يعني. أنا شايف في جوائز كتيرة ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، والحقيقة يعني ربنا كان كريم وما زال كريم جدا معايا، ووفقني الحقيقة للحصول على كذا جايزة أو منحة خلال يعني دراستي للماجستير والدكتوراه. أول واحدة كانت وقت الماجستير، كانت يعني اسمها ذا جورج واشنطن ميريت فيلوشيب، هي يعني بتبقى الفيلوشيب دي كانت قيمتها 10,000 دولار، ودي بتبقى يعني بتمنح للأشخاص اللي المفروض إن هم يعني بيعملوا نوع من الاتشيفمنت أو نوع من الإنجاز في مجال الكارير بتاعهم. تاني واحدة كانت جايزة من أختها من جامعة كولورادو اسمها درايفر فور انوفيشن، يعني نقدر نقول عليها محرك الإبداع أو محركات الإبداع. دي كانت في 2019. تاني واحدة برضو تالت واحدة كانت برضو من جامعة كولورادو، كانت اسمها Innovation in Software، اللي هي نقدر نقول عليها الإبداع في مجال البرمجيات. رابع واحدة كان اسمها الـ Vice President Award for R&D، أو جائزة رئيس الجامعة للبحث والتطوير. واخر واحده كانت من حوالي شهر، كانت جرانت اسمها سبلايز اند ديفلوبمنت جرانت، دي كانت لسه من حوالي شهر. ما شاء الله.
بنبارك لك طبعا باشمهندس معتز حسين، ومتشرفين بيك في صباح الخير يا مصر، ويعني مبسوطين ان انت كنت موجود معانا النهارده. الباشمهندس معتز حسين المتخصص في نظم المعلومات وتطوير المؤسسات الحكوميه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. خلاص يا دير، بيقول لك ايام وهناش الدكتوراه ان شاء الله يعني، فبس ما شاء الله والله انا عاجبني اصراره من هو يعني هو صغير، يعني زي ما حضرتك شايفين كده مش كبير في السن، ومع ذلك دماغه كلها علم، يعني كل سنه بشهاده، 5 6 شهادات، الشهاده تاخد معايا 9 شهور ليها سنه يعني. وهي كانت ممكن تاخد يعني 3 سنين، يعني في حاجات من الحاجات دي دراستها بتاخد 3 سنين، فهو ما شاء الله يعني مجتهد جدا جدا جدا، وده اللي بيفرق. ما هو الوصول لمناصب زي دي اكيد ما بيكونش بالساهل، اكيد وراه شغل كتير، وراه علم كبير، فما شاء الله ربنا يزيده. والحقيقه ان الواحد بيتشرف ان المصريين في الخارج يكونوا بالشكل ده، لانه انت بره مصر تمثل مصر، وبنغير كمان كل يعني يمكن الصور ما تكونش بالنسبة لنا أحسن حاجة، إحنا بقينا بنغيرها، بقينا بنسبة وجودنا في كل مكان، والشباب الصغير قبل كمان الجيل الكبير. كل تأكيد أنه يتم الاستعانة به في مؤسسات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، فده شرف كبير لي وشرف كبير لينا إحنا كمان كمصري.